مدحونها جمهورية الصومالي لان مدن موسبيح عبدي أي داف راي امتحان كشهادة جاي جمهورية الصومالي لان فصلت السديدة الدوسية خوصر دحه هي فصلت أفراد الدوسية السراء إسن الدوسية كلا بد كوني أفريا لبعضن وأوفر استن أرديدن سديد يصدون كون أفر بقول يسجالي سديدن أردي أو كلاها دوسية السراء وأوفر استن شن يتبان كون شن بقول يلبي أفرتن أردي هل كدوسية خوصر دحنا امتحان كيساعي جلان لبي لبعضن كون سجال بقول يتضبي أفرتن أردي gudahan badalka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa looga fariistay imtixaanka shahaadiga ee sanad dugsiyeedkan madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ayaa imtixaanka shahaadiga ka dafray xarunta dugsiga sare ee Faarax Umar waxana madasha madaxweynaha ku helinayay wasiirka waxbarashada gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka madaxda jaamacadaha dalka oo door kan kaalin weyn ku leh إلى أنت امتحانات كقرنك يوم مسؤولين حلل كل الدوان كه يو حكومة دم دحونا بيحي مدحونا الجمهورية الصومالية لأن مدن مسبيح عبدي أيهم بلي أدري أرديت السنة كان أفضل سنة امتحان كشهادة جاه الدلكة وإحنا مدحونه أورج شيء يقول يهرو مر ساعدنا نقبل عو وأنا نوفرينا لما نمتحن ونوفري قبل الله ضعنا وإلهي مهدي نبض بخرعة مرك امتحان الأرض ذو ويرا وفر بقى أنت هادوشي المال والبي امتحان ولا يبي بريء امتحان بكرة كي إلهي وكادوني كنورش كادوني يسوع واسك امتحانك عادي ما أنت سيسو أيروك قال إن أقول أوه اسمه مرينا وكله وأنا سيب مركات لما أنت وحدير تيني يا إن في الحذان امتحانك زين بيرا ضو فرح ديد جريسان قال كيس أنا عادي عبسي ملا أردنا كنا حط ما أدكم فرح سان قالك سونك قال إن شاء الله هو يقول يا سلسان دمان أرضي الله وابدو عينه ذلك أننا حرمري برواقا وابدو عينه إله إذك إذك أنا إن شاء الله أنا أدبنا الملاح عمركو قارنا إذك ومضحة وطيحتان وإذك بريق نوغة نوغة يدي على ما فوقها هلا يا أبنا وحونها مودنا مدني موسبيح عبد مدحونها جمهورية الصومالي لان ايه كتاريخيي هيرك وحبرشيد الصومالي لان صومرتي ايه قولها ايمان تمر ايصو يساقو مدحونه دول استاقي اسبابها كيني هيرقلين تدوكسيق تاريخي قاهي فارح عمر ايه ومان تكتافري امتحان كشهادي قاهي جمهورية الصومالي لان اسكول كنا كوكا لساهم حالينا حلا فارح عمر صوما مركب لسميها قرانسا ماي صوتي لو لسميها قرانسا كوني سيال بغري لحير حذكي سوما الله ذو حكا صعب حي انت رمي دينه ده سكول ده لحي ان كان يرصدح بغلوف ما يقالن لا بغلوك تمر ماي تابع تنا سكندري روحة شريع عمود الشيخ وقوة وحي قادي ان كوب بضني لحظة لما قال اصول شلع عطرة كنت بي قادي انت كلا سكول ويدي ارضي دي وقت يا سنة كا كب حدي سكول كا انت رمي دي كا سكندري اسعوتي ايام دهرات وين هو قابس ان لورد يسو سكندري يلدرك تبا تانا دولة دي وقت ياتشوك ترى دي عرضي بأرضي كو قاعدي هل كاي ستيشن كبوليس كورتيسا ايا نسكو قبصان لي وضياش حمد الحوض علي حسن حسن الميقاق تاكا قرر ايو تاو عيرو بوليس كاها برا سابكي تاس بنا وفره وانا رضا بقر نغوي حري مدور با إلا حفظ تتفره وحكور نتاني نتاني محمد عيوه الله ونحرسه وحكروا عماي نرى هذا أحمد يورس وإم كوشق هي إيجاد قرب خاصي لما حضو مركا سيد بالو فراركن طيالكي حبض كنت ألوبي برد ما فارح مر لوبي ما أنتنا سد حيال الله وقتن كون أي أنت ربيدك بحاي سد حيث كون سلاء ودن بيين بينو قادن هوشا أنت رأينا سومال أنا حير كور مدحونها جمهورية الصوماليلان وحمد الشد دافر كامتحانات كقرن ككهلي وسيرك وحبرشاد ياسينس كي جمهورية الصوماليلان دكتور أحمد آدم بوحني يقدومي حفيز كامتحانات كقرن داود أحمد فرح دكتور أن آدم إسماعيل يا عبد الرشيد إسماعيل محمد وكهلي مقع عشام عذا هالضلكة كقب قادني إلى لين تي ما ملود امتحانات كقرن السنة كان أي هذا لقوا بن مدشة كتشي دي مسؤولية وحبرشاد إلى لين تي ذا امتحان كسنة كان وحاسك له كان معد هرجيسة كان معد معد ك شقالها إيو كان معد إدن آدم إيه كان ما أنت كقرن جوب كستوى وشوف معلمين تقولي بديجي بروفيسور ردي مسؤولي تقول سريعي نبتقليو أي دلك دخو قاعدي
imtixaanku goob kasta xalay waxa lagu xireeyay isteeshinada booliska ee xarumaha lagu xireeyay laba goobood oo tuulo ah oo isteeshina lahayn iyagana ciidan dheeradan siinay iskoortkaas la seexday imtixaanka si nabadgelyo ku socdaa waxaan rajaynaynaa ilaahay inuu ku guuleysiyo awlaada madaxweyne imtixaanka horta waxaan si wanaaga madaxweynuhu in badan buu imtixaanaadka noo furay ardaydu sanadku furo hata ardayda dhicidoodu way yaraato waligi idin sheegayna waa nasiib badan maanta madaxweynaha idin furaya ardayduna aad bay ugu faraxday runtii markaan u sheegnay way farxaan markay dhaan madaxweynaha idin kala qayb gelaya madaxweyne waxaan idinku soo dhaweynaynaa in imtixaankii shahaadiga ahaa waxaan aad iyo aad madaxweyne kugu sheegaynaa in ardaydeennu ay runtii waxa weeye caalamka ay ka muuqdaan ardaydu waa la weydiiyey ma soomaaliland baad ka sidataa shahaada mise soomaaliya markay soomaaliland iyo soomaaliland baa la qaata waxa kula madaxweynaha kugu bishaareynayaa lacagta imtixaanaadka ku baxda iminka cid alla cid naga caawisaa bataatanba ma jiro miisaaniyadda qaranka eed runtii ku fura adeegteen waxaa munaasabadan maanta madaxweyne ee ka marag furaysa guulaha soomaaliland ay gaadhay waddankeenan soomaaliland ilaa aqoonsi ma inaan helin waa guulaha soomaaliland ay gaadhay weeyaan iyadoon cid kale gacani naga siinin ayaanuga awooddeenna qascadnidoo kaga bilownay oo maanta aynu gaadhnay heer aynu 83,000 oo arday oo soomaalilanders ah oo dugsiyada dowladda iyo kuwa private-ka waxa lagu soo baray inay maanta nidaamka u fadhiistaan aad bay farxad inoogu tahay gudoomiye madaxweyne inaad nala joogto maanta ood noo furayso macno weyn bay samaynaysaa qarankani inuu isku duuban yahay madaxweynuhu inuu ardayda dugsiyada imtixaanka u fadhiisanaya inuu kala qayb galo u furo qiimo weyn bay muujinaysaa qarannimay muujinaysaa wadajir bay muujinaysaa wada lahaanshay muujinaysaa aad baan madaxweyne kugu mahadinayaa ridwaan caydiid ismaaciil akiin warbaahinta qaranka jamhuuriyadda somaliland hargeysa